بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وحده تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الآن وإلى أبد الآبدين كلها آمين. الإصحاح الثاني والعشرون من سفر اللاويين العدد 17 بركاته على الإمام آمين. وكلم الرب موسى قائلا كلم هارون وبنيه وجميع بني اسرائيل وقل لهم كل انسان من بيت اسرائيل ومن الغرباء في اسرائيل قرب قربانه من جميع نذورهم وجميع نوافلهم التي يقربونها للرب محرقه، فللرضا عنكم يكون ذكرا صحيحا من البقر او الغنم او المعز. كل ما كان فيه عيب لا تقربوه لانه لا يكون للرضا عنكم. واذ قرب انسان ذبيح السلام للرب وفاء لينظر او نافله من البقر او الارنب تكون صحيحه للرضا، كل عيب لا يكون فيها، الاعمى والمكسور والمجروح والبثير والاجرب والاتلف هذه لا تقربوها للرب ولا تجعلوا منها وقودا على المذبح للرب. واما السور او الشاهد الغوائدي او القزم فنافله تعمله ولكن لنذر لا يرضى به، ومربوط الخصيه ومسحوقها ومقطوعها لا تقربوا للرب، وفي أرضكم لا تعملوها، ومن يد ابن الغريب لا تقربوا خبز إلهكم من جميع هذه لأن فيها فسدها فيها عيب لا يرضى بها عنكم. نعمة الله الآب تحل على جميعنا آمين. مجد للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. من أيام العهد القديم وربنا بيطلب من الإنسان ان هو لما يتواجد امامه يبقى انسان طاهر والذبيحه بتاعته تبقى ذبيحه طاهره. واذا كانوا في العهد القديم بيركزوا ازاي الذبيحه تبقى كامله وما فيهاش عيب عشان الله يغفر خطيئه الانسان، ففي العهد الجديد التركيز مش على الذبيحه، في العهد الجديد التركيز على اللي بيقدم الذبيحه، لان الذبيحه في العهد الجديد هو رب المجد يسوع الإله الكامل والإنسان الكامل. يعني في العهد القديم كانوا بيركزوا إن الذبيحة تبقى مقدسة، في العهد الجديد بيركزوا إن اللي بيقدم الذبيحة يبقى هو إنسان مقدس. ازاي الانسان يتعلم ان هو يقف امام الله
في أبهى صورة وأروع صورة. إزاي الإنسان هو بيقدم العبادة يكون في كامل الطهارة وكامل القداسة؟ لأن في العهد الجديد أصبحنا إحنا هياكل الله، وأصبحنا إحنا بيت الله، وأصبح الإنسان إنسان مقدس عضو في جسد المسيح. الإنسان محتاج إن هو كل شوية لما يتقرب من ربنا ويتعود على الوقف أمام الله إن هو يبقى في حالة نقاوة أكتر. إنسان بيصلي يعني واقف أمام الله، يعني الأذن الإلهية هي اللي بتسمعه. ما هي كمية النقاوة والقداسة اللي الإنسان مطالب بيها؟ عشان كده هو داود النبي يقول عيني الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم. الإنسان محتاج كل شوية إن هو يبص على نفسه، هل أنا في حالة طهارة تنفع إن أنا أقف قصاد ربنا ولا ما تنفعش؟ الإنسان طبيعته ممكن إن هو يغلط، والكتاب قال الصديق يسقط في اليوم 7 مرات، وفي كل مرة بنقف أمام الله هل يا رب أنت راضي عني؟ هل أنت راضي عن حياتي؟ عن تقدمتي؟ أصعب حاجة إن إنسان يقع ويستمر في الوقوع وينسى إن هو جاي مخصوص للعبادة، لعبادة الله. الجسد بتاعنا إذا كان جسد ترابي هو تملي يحب الخطية، وعقل الإنسان تملي مشدود حسب فكر الإنسان. كتاب زمان حكم على الناس وقال كده: الجميع ذاهبوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. لولا مراحم الله اللي افتقدت الإنسان وجه المخلص وابتدى يدي للإنسان الطهارة، وأصبح المسيح هو نبع الطهارة الوحيد اللي هو قدس أجسادنا وأرواحنا ونفوسنا. معلمنا يعقوب يقول حتى بالنسبة للناس الكاملين، يقول: لأننا في أشياء كثيرة نعصر جميعنا. يعني الإنسان عايش في الكمال بس ممكن إن هو يقع. ولما اتكشف قلب الإنسان في سفر التكوين 8 يقول: لأن تصور كل قلب الإنسان شرير منذ حداثته.
وداود النبي اكتر واحد يقول السهوات من يشعر بها من الخطايا المستترة: يا رب ابرئني، يا رب خلصني. ازاي الانسان يحافظ على النعمة الجديدة اللي هو خدها ويعيش في الطهارة المستمرة؟ النعمة بتاعت الله نعمة مخلصة، نعمة مطهرة. يقول عنها في سفر ميخا: من هو إله مثلك غافر الاسم؟ يا رب ده مفيش زيك خالص، انت اللي بتغفر الاسم. وقولت غافر الاسم بتشرح النعمة بتاعت ربنا قد ايه. يقول له: من هو اله مثلك غافل الاسم صافع عن الذنب لبقية مراسه لا يحفظ الى الابد غضبه فانه يصر بالرأفة. دي نعمة الله للانسان، كل انسان. وبسفر أشعياء يقول: قد محوتك بي ذنوبا وكسحاب خطاياك، ارجع إلي لأني فديتك. بنعمة ربنا، نعمة ربنا اللي هي شغلتها الوحيدة إن هي تطهر الإنسان. والعديد من القديسين قالوا لنا كل ما الإنسان يتقدم في حياته الروحية كل ما محتاج لهذه النعمة أكثر وأكثر. يعني مش الواحد ياخد النعمة ويحس بالغفران ويقول كده هو أنا خلاص خلصت أو خلصت. ده كل ما الإنسان يتقدم في الحياة الروحية يحتاج إن هو محتاج النعمة أكثر وأكثر. في العهد القديم كان كل إنسان يعمل خطية محتاج للذبايح، وكان في نوعين من الذبايح: نوع يشير إلى رب المجد يسوع عمانوئيل الإله الذبيح، ونوع تاني من الذبايح بيشير لينا احنا كافراد عايزين نقدم حياتنا لربنا وعايزين ربنا يطهرها وعايزين ان ربنا يقبل خلاصنا قرائح السرور. الذبيحة اللي كانت بتتقدم في العهد القديم رب المجد يسوع كانت بتدي للإنسان طهارة مؤقتة، يعمل خطية تاني يروح تاني يقدم الذبيحة. لكن في العهد الجديد رب المجد يسوع قدم نفسه مرة واحدة بس، والذبيحة بتاعته كاملة تكفي العالم كله إلى منتهى العالم، مش محتاجة كل يوم ذبيحة. لكن الإنسان هو اللي محتاج كل شوية عملية الطهارة. كانت الذبايح بتتقدم بالألوف وبالملايين يوميا وسنويا عشان تغسل خطية الإنسان. ومن يوم ما جه رب المجد يسوع لا يحتاج العالم غير ان هو يروح لرب المجد، لأن عن طريق الإيمان به وعن طريق دمه يحصل الغفران بتاع الخطية.
المسيح حينما قدم نفسه قدم نفسه نيابة عن البشرية كلها، ذبح لأجلنا. عشان كده هو الجزء اللي احنا قريناه يوضح قد ايه كانت الشريعة في العهد القديم عايزة تخلي الذبيحة على اعلى مستوى من النقاء، لان كلها رمز الرب المجد يسوع. كل حاجة هيجيبوها هتقف وتفحص وتنقى عشان يبقى ذبيحة كاملة، والذبيحة الكاملة كانت المسيح. يعني مثلا يقولوا عن الذبيحة احنا مش عايزينها ضعيفة او مشلولة. ليه؟ لان رب يسوع كان اله بلا عيب، فما ينفعش ان احنا نجيب ذبيحة ضعيفة او مشلولة. ده هو عمانوئيل، هو قوة الله، فما ينفعش الذبيحة تبقى ضعيفة. هو حر من الخطية، هو بيفوق الكل في القوة، فما ينفعش الرمز بتاع المسيح يبقى ضعيف او مشلول. ده هو صاحب الرياسة، الرياسة على كتفيه، وهو اللي هيحرر جنس البشرية، فما ينفعش الذبيحة تبقى ضعيفة. ده هو الرئيس وهو راعي الخراف، ما ينفعش الذبيحة تبقى ضعيفة. يجوا عند الذبيحة يشوفوا الأعمى والمكسور والمجروح والبصير والأقرب والأتلف والمقطوع اللسان والأذن والزين ومردود الخصية ومسحوقها ومقطوعها، وكل ده هي ليها رموز. كل التفاصيل ده هي بتاعت ذبيحة العهد القديم ليها الرموز بتاعتها. يشرحها القديس كيرلس عمود الدين في منتهى الإبداع. يعني مثلا القديس كيرلس عمود الدين يجي عند الذبيحة اللي ممكن تتقدم ويبقى فيها حتة العمى، يقول العمى دوت ازاي اقدم ذبيحة ما فيهاش بصيرة وهو صاحب البصيرة الإلهية ازاي؟ ده هو اللي بيدي للبشرية كلها الاستنارة. اقوم انا اجيب ذبيحة والذبيحة ده هي بتبقى عمية واقدمها لربنا. ده دي كلها كانت رموز عن شخص رب المجد يسوع. ازاي اجيب ذبيحة عمية واقدمها لربنا؟ ده هي دي رمز المسيح. يجي مثلا عن الذبيحة المسحوقة، يعني فيها شلل، فيها وجع، مرمية على الارض، يقول ازاي ان هي دهيت تقدر تمثل رب المجد واحنا بنقدمها امام الله. ده لازم تبقى ذبيحة قوية تقدر ان هي تتقدم. عشان كده هو واحد من الانبياء كتب ارميا النبي يقول حينئذ جاع لهذا الشعب معصرات فيعصر بها الاباء والابناء معا، الجار وصاحبه يبيدان.
في عصرة لازم حاجة لما تتقدم تتقدم حاجة كويسة، لأن المسيح هو إله الكون. من أجمل المزامير اللي قالها داود النبي وكان كده واقف قصاد ربنا عايز يقدم له أحسن حاجة، يقول لربنا: بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. بارك يا نفس الرب الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. واحد بيقدم أحسن حاجة لربنا. القديس كيرلس يقول ازاي ان انا اقدم ذبيحة وتبقى مقطوعة اللسان. ده الانسان اللي بيتقدم مقطوع اللسان دوت مش قادر ان هو يبين ايمانه ان صوت الله بيوصله. ده الذبيحة دهيت لازم تبقى ذبيحة طهرة. هل ممكن الإنسان يقف قصاد إله مش عارف يسمع صوته؟ عايز ذبيحة تكون تقدر إن هي توصل له رسالة. وبعدين يجي القديس كيرلس عن الذبيحة اللي فيها جرب واللي فيها بصور واللي فيها كلف، يقول بديه كلها بترمز ان القلب بتاع الذبيحة مليان بالشهوات، الشهوات الجسدية. ازاي انا هقدم ذبيحة بالمنظر دوت؟ ده المفروض الانسان يكون في حالة نقاوة. يجي عند الذبيحة اللي هي مقطوعة الودان، يقول ازاي الانسان يقدم ذبيحة وهو ما عندهوش حتة الطاعة للوصية. ده الانسان لما يتقدم لربنا عايز انسان كامل. وجيه عند الحيوانات حتى اللي بيتقطع الديل بتاعها، قال دي برضو ما تقدمهاش لان منظرها قبيح جدا. دي ما تتقدمش لربنا، لانك كده هو التشويه اللي بيحصل فيها دوت منظره صعب جدا. حتى الحيوانات اللي هي كانت بيقطعوا الخصية بتاعتها يقول ما تقدمهاش، لان دي حيوانات ما فيهاش خصوبة او ما فيهاش ثمر، ما تتقدمش لربنا. انت عايز ايه؟ يقول انا عايز حاجة كويسة، انسان يجيب ثمر. الحيوان اللي الخصية بتاعته مقطوعة ده ما يتقدمش في العهد القديم، لان دوت يرمز الى الضعف والى الخمول والى الكسل. انا عايز انسان مثمر بالروح. العجيب قوي ان في العهد القديم يقول له لو سمحت بقى انا مش عايز يد غريبه تخش جوه. حتى الايدين اللي بتقدم ربنا بيدور عليها، يقول كده اهو: ومن يد ابن الغريب لا تقربوا خبز الهكم من جميع حزين. انا مش عايز ايدين غريبة تخش في السكة. ايه يا رب ده؟ ما هو عايز كل حاجة طهرة. يقول لان فيها فسادها، فيها عيب لا يرضى بها عنكم. انا مش عايز اليد الغريبة. عشان كده هو حتى المسيح لما جه من جنس البشر، جه من شعب اليهود، ما جاش من حتة غريبة، عشان يقدم ذبيحة كاملة.
عشان الذبيحة بتاعته تتقبل، لأن هو رئيس الكهنة الأعظم الأكمل. فلما تتقدم كوسيط عن البشرية كلها تتقبل. معلمنا بولس الرسول جه في أفسس وبيتكلم بقى عن اليهود والأمم، يقول لأن به لنا كلينا، كلينا ديت عند على اليهود والأمم، لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب عن طريق المسيح الذبيحة الحية. لأن به لنا كلينا، جاي للعالم كله اليهود والأمم. يا رب انت عايز ايه؟ يقول انا عايز الانسان يعيش في القداسة من ايام العهد القديم. تكونون قديسين لان قدوس الرب الهكم، في سفر اللاويين 19 ايه 2. من العهد القديم وهو يطلب القداسة، وجيه في العهد الجديد يبقى القداسة التي بدونها لم يرى احد الرب. مش معنى ان المسيح خلصني ان انا اعيش زي ما انا عايز، مش معنى ان المسيح فداني ان انا اعمل اللي انا عايزه، ده لما المسيح خلصني اداني مسؤولية اكبر ان انا احافظ على نفسي اكتر. واصبح الانسان عليه ان هو يتحفظ على نفسه اكتر واكتر، بقت مسؤولية. يمكن زمان لما الواحد يعمل خطية او محدش اتذبح عشانه، محدش اتألم عشانه، لكن دلوقتي انا لما اعمل خطية واعيش في التهاون او في الكسل، ده معلمنا بولس الرسول يقول عنها أأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء ذليل، بقت مسؤولية أصعب أصعب. في سفر اللاويين يكمل الجزء ده يقول كل التقديمات التي تقربونها للرب لا تصطنع خميرا، ما تحطوش الخمير، لان الخمير كان يرمز للخطيه. انت مش هتقدم حاجه لربنا، اعمل فطير. يعني ايه فطير؟ تعجن شويه دقيق كده هوت وتقدمهم من غير الخطيه، لان كل خمير، خلي بالك من الكلام، وكل عسل لا توقدوا منهما وقودا للرب. لان العسل بيرمز الى شهوات العالم، حلاوة العالم، فيقول له لا تحط خميرة ولا تحط عسل. قربان اوائل تقربونهما للرب، لكن على المسبح لا يصعدان لرائحة سرور، وكل قربان من تقديمك بالملح تملحه، ولا تخلي تقدمتك من ملح عهد إلهك على جميع قرابينك تقرب ملحا. يقول الخمير، الخميرة ما كانتش بس حاجة مذمومة، ده كانت تدل على المكر، إشارة إلى المكر، وكأن الإنسان بيظهر قصاد ربنا بمظهر صعب جدا. ربنا يقول أنا مش عايز الحكاية دي. العسل يقول بيرمز إلى اللذات الجسدية، عشان كده هو في سفر الأمثال يقول لأن شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا، عشان تعرف توقع الناس في الخطية. ربنا رافض الخطية حتى على مستوى التقديمات اللي هي
على مستوى الخبز والدقيق. انت يا رب عايز ايه؟ يقول انا عايز انسان بسيط من غير خطية، عايز انسان طاهر. سفر التكوين يتكلم عن ابونا يعقوب ويقول كان يعقوب انسانا كاملا يسكن الخيام، وفي العهد الجديد يقول كونوا حكماء كالحيات ووسطاء كالحمام. لكن لو في حياة الإنسان في مكر أو في لذات على مستوى الجسد مرفوض أمام الله. لكن جه الكتاب المقدس وقال يا جماعة ممكن ان انتوا تحطوا ملح، ومن ان هو رب المجد يسوع قال انتم ملح الارض، فاذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لان الملح هو اللي بيصلح الحالة التلفة، وبيشير الاباء للملح ان هو نوع من انواع الحكمة ونوع من انواع الصلاح، وهو دوت اللي بيدي للانسان طعم كويس في وسط اللي حواليه، لدرجة يقول ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح لتعلموا كيف يجب ان تجاوبوا كل احد. والعجيب ان ربنا في العهد القديم خلى خطية الكاهن زي خطية الشعب كله. يعني الكاهن يوم لما يغلط يقدم صور كامل، والشعب كله كل الشعب لو غلط يقدم برضو صور. وعايز يقول في العهد القديم ايه؟ اذا كان الكاهن غلط هو غلط وهو عارف، لكن الشعب لما بيغلط بيغلط وهو مش عارف، فاعتبر خطية الشعب كله. الشعب كله دي يمكن توصل كذا ألف من الناس، في جرم خطية واحدة للكاهن. يا رب انت بتعمل ليه كده؟ هو يقول عشان الكاهن من فمه تخرج الشريعة. ازاي انا حاسب الناس زي الكاهن؟ عشان كده هو تلاحظوا حتى في الطقس الكاهن وهو واقف يقول له من اجل خطاياي وجهلات شعبك. يعني ايه من اجل خطاياي وجهلات شعبك؟ من اجل خطاياي لان انا عارف ان دي خطية وانا بعملها، لكن شعبك يمكن ما وصلتلهوش الكرازة، ده جاهل هو بيعملها بعدم معرفة، هو ما كانش قاصد ان هو يعملها. لكن انا لما بعمل خطية ببقى عارف لان انا كاهن. يعني ما ينفعش كاهن يقول انا عملت خطية ومعرفش ان هي خطية ولا مش خطية. الكتاب المقدس ما برأش الكاهن، لأن الكاهن من يده تطلب الشريعة. فأصبح الكاهن على درجة عالية جدا 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 من الطهارة والقداسة، درجة مرة من المرات القديس يوحنا ذهبي الفم في وعظة من وعظاته يقول المفروض ان الفرق ما بين الكاهن والشعب في النقاوة والطهارة زي الفرق بين السماء والارض، لان هو بقى صورة، بقى نموذج. يعني شايف المستوى ازاي؟ قال لك اذا ما كانش الكاهن يبقى على مستوى عالي جدا،
بالنسبة للناس التانية اللي هو بيخدمهم المفروض يبقى المستوى زي من السماء للأرض. يعني لو الناس غلطت معذورة، معذورة ان الناس تغلط، لكن الكاهن لما يغلط هو مش معذور، هو ملهوش عذر، لان الانسان الكاهن خد سلطان المفروض يبقى على درجه عاليه جدا. يعني مثلا لما عامل يغلط هو عامل، هو عامل مخه كده تفكيره كده على قد كده، لكن لما كاهن هينزل للمستوى دوت ويبتدي يغلط زي ما العامل غلط، ده اللي ربنا رفضه، رفضه تماما. المفروض يبقى فيه مستوى، وربنا عايز يخلي الانسان يلهج في الطهاره ويلهج في القداسه عشان يقدر يقبل الذبيحه بتاعته. الكاهن محتاج في كل وقت ان هو يتنقى من كل الخطايا. يمكن من وقت يقول انا بطلت خطاياي. داود النبي مش ماشي بالمنهج دوت. ده داود النبي بعد ما كبر يقول له لا تذكر خطايا صبايا ومعصية. ده في خطايا انا عملتها وانا صغير وانا مش دليان، نتيجة ان الانسان كل ما بيتقدم في الحياة الروحية كل ما بيقيس نفسه على ميزان دقيق جدا جدا، لان صعب ان الانسان يبقى هو صورة المسيح ويغلط. ربنا يدينا نعمة وقوة وبركة نعيش في الطهارة الكاملة والقداسة الكاملة في كل أعمالنا وفي كل تصرفاتنا وفي كل أقوالنا، له المجد الدائم إلى الأبد آمين. الله